عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج إلى متى. بعد 3 أشهر تقريبا من صدور تقريرها السنوي اللي كشف عدة تجاوزات وإخلالات بالمال العام، وبعد الحادثة الأخيرة اللي هزت الرأي العام في مستشفى الرابطة، هل ستواصل الحكومة تعاطيها وتعاملها السلبي مع تقارير دائرة المحاسبات ومع التقارير الرقابية بشكل عام أم لا؟ سؤال نشوفوا إجابة مع ضيفتنا السيدة عائشة بالأحسن، قاضية ورئيس قسم بدائرة المحاسبات. سيدة رئيسة أهلا وسهلا بك. مرحبا بك يا عائشة. إذا تقرير دائرة المحاسبات كان كشف في شهر ديسمبر، أواخر شهر ديسمبر، عدة تجاوزات وإضرار كبير بالمال العام، والتقرير أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية، وكنا نعتقد أنه باش تكون فما متابعة فورية لما جاء وللتوصيات اللي جات في التقارير. تقريركم معناتها صدر قبل ما تصير الحادثة الأسبوع الماضي، واللي خليت الناس تعاود ترجع تحكي على تقرير دائرة المحاسبات لأنها كانت نبهت وجود عدة تجاوزات في منظومة الصحة العمومية في تونس. نشوفوا تقرير مع زميلنا نزار زغدودي قبل ما نحكي في الموضوع، وقبل ما نزيد ونذكروا بشنو هو أهم الحاجات اللي جاوا في تقرير دائرة المحاسبات الأخير. تفضل. خلقت فاجعة وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة الأسبوع الماضي حيرة كبيرة في صفوف المواطنين إزاء المنظومة الصحية في تونس، وخلفت كذلك عديد التساؤلات حول واقع القطاع وخدماته ومدى استجابة سلطة الإشراف المطالب الإصلاح المتكررة ومعالجة الإخلالات والتصدي للتجاوزات. عديدة هي التقارير الرقابية اللي نبهت إلى جملة من الإخلالات في القطاع الصحي، آخرها تقرير دائرة المحاسبات اللي رفع عديد الملاحظات بعد مهمة رقابية تعلقت بمستشفى عزيزة عثمانة غطت الفترة 2012-2017، أكد فيها تدهور ظروف حفظ الصحة وتجاوز طاقة الاستيعاب ونقص في الإطار الطبي وعدم توفير فضاءات بديلة وملائمة لإيواء مرضى الوحدات المعزولة خلال فترة تعقيمها وصيانتها، الشيء اللي ساهم في تسجيل وفيات من مرضى قسم أمراض الدم بلغ عددها 46 حالة سنة 2012 و59 حالة سنة 2013. وتناولت أيضا دائرة المحاسبات في تقارير سابقة وفي مهماتها الرقابية عديد المراكز الاستشفائية، وخلصت إلى نقص في أداء المراكز هذه بخصوص إزداء الخدمات والتصرف في النفايات الاستشفائية والتصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية. التنبيه للأوضاع المتردية بالقطاع الصحي جاء أيضا من قبل الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني اللي كشفوا عدم المساواة في المحددات الاجتماعية للصحة باعتبار نسبة الفقر والبطالة وعدم انتفاع كل المواطنين بالتغطية الاجتماعية وعدم المساواة والتوازن في توزيع الخدمات الصحية. التجاوزات هذه موجودة في تقارير دائرة المحاسبات، ولكن كذلك نلقاها موجودة في تقارير الداخلية متاعهم اللي هما يخدموهم مراجعي الحسابات، وتقارير هذوما اسمهم تقارير الرقابة للأنظمة الداخلية. نلقاو العديد من التجاوزات. منظمة أنياقظ تمكنت من الاطلاع على التقارير هذه منذ سنة 2015 إلى سنة 2017، ونلقاو اللي نفس التجاوزات قاعدة تتعاود من سنة إلى أخرى، التجاوزات متكررة بالرغم من وجود التوصيات في التقارير هذية، ولكن لم يتم أخذ التوصيات هذية بعين الاعتبار، ونرقاهم في نفس التقارير موجودة اللي تقريبا 73% في قطاع الصحة لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات، حتى النسبة الضئيلة من التوصيات اللي تم اعتمادها بصفة جزئية وليس بصفة شاملة. عديد الملاحظات يتم رفعها سنويا عبر جهات رقابية مختلفة، ورفع الملاحظات يعني تكرر الإخلالات، والسؤال المطروح هو حتما إلى أي مدى يتم التفاعل والتعامل مع التوصيات هذه، خاصة وأن جل التقارير ترفع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. الخدمات هذه ما زالت ستتدهور في ظل هذا التمشي اللي يخلي وزارة كما وزارة الصحة العمومية ميزانيتها ما توصلش 6% من ميزانية الدولة، رغم الكلام الكبير اللي يقولوا راه رفعنا في الميزانية، رفعنا في الميزانية، لكن النسبة من الميزانية العامة للدولة انخفضت. اليوم وزارة الصحة في حاجة إلى تمويلات عاجلة ب 400 مليون دينار باش نجم تقوم بواجبها. اليوم المؤسسات الصحية اللي خاصة في الخط الأمامي في حاجة إلى
استخلاص مديونيتها تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض. مجموعة من الإجراءات العاجلة تحدثنا عليها في مشروع قانون المالية. إذن الحالة هذه وين وصلتنا؟ وصلتنا لمثل هذه الكارثة، وربما تنجم تكون كوارث أخرى صايرة في مستشفياتنا العمومية وفي عديد القطاعات لكنها لا تحظى بالتغطية. وعود من سلطة الإشراف بأخذ توصيات التقارير السنوية بعين الاعتبار والعمل على تنزيلها على أرض الواقع وسط مطالبة شعبية ونخبوية بإصلاح القطاع الصحي. فهل تفعل الوعود ويصلح ما يجب إصلاحه، سيما وأن الثمن اليوم أصبح أرواح بشرية؟ سيدة عايشة، باش نسألك معليها، منعرفش كي شفت التقرير وقت اللي سمعتوا بالحادثة متاع المستشفى الرابطة، استغربتوا وإلا ليه؟ فيولي انتوما ما عملتوش تقارير كان على مستشفى عزيز عثمان، معناتها في التقارير السابقه كل مره شفتوا عينات من عده مستشفيات والوضع على ما هو عليه في تقريبا في كامل المستشفيات. هو استغربنا كمواطنين ومواطنات تونس، لانه معناتها ما تخيلناش اللي معناتها باش توصل الازمه يمكن بالفضيحه هذه ولا معناتها بالدرجه هذه، انه برشا عائلات توانسه تألمت من جراء معناتها وفايه الرضع هذوكم في المستشفى. لكن يمكن الحس نتاع الهيئه الرقابيه ولا الهيئه الدستوريه الرقابيه يخليها تتوقع الأسوأ وقت اللي تنظر لعديد من الملفات، والملفات هذه معناتها فيها إخلالات، إذا الإخلالات هذه ما تتصلحش وإلا ما ناخذوش بشأنها توصيات، معناتها نفعلوش بشأنها التوصيات من أجل حوكمة القطاع، راهو سواء كان قطاع الصحة ولا غيره من القطاعات، إذا توصيات ما تحطش معناتها تتفعل على أرض الواقع، راهو لا العمل الرقابي يكون عنده قيمة ولا يكون عنده معناتها جدوى، ولا الهيئات الخاضعة للرقابة تنجم تستفيد من الأعمال الرقابية هذه. أنا في البداية حبيت نشكرك على الدعوة وعلى اهتمامكم بالتقرير متاع محكمة المحاسبات، وحبيت نقدم في كلمتين محكمة المحاسبات باش السيدات والسادة المشاهدين ينجموا يتفاعلوا معنا وينجموا معناتها يفهموا على شنو احنا نحكيه بالضبط. اليوم احنا نحكيه على محكمة المحاسبات اللي هي تسميتها القديمة قبل دستور 2014 دائرة المحاسبات، واللي هي معناتها أعطاها الفصل 117 من دستور الجمهورية التونسية صلاحيات معناتها رقابية كبيرة برشا. كانت موجودة هذه من قبل الهيئة الرقابية العليا هذه اللي هي أعلى هيئة للرقابة في الجمهورية التونسية، اللي احتفلت بالخمسينية متاعها معناتها في قبل إصدار تقريرها 31، اللي هو نتيجة عمل رقابي قاموا به قضاة محكمة المحاسبات وأعوانها وكتبتها، واللي هو شمل مجمل الصلاحيات الموكولة لمحكمة المحاسبات. محكمة المحاسبات اليوم مقتضى الدستور تنظر في رقابة الأداء، يعني تشوف الهيئات محل الرقابة إلى أي مدى وفقت في تحقيق أهدافها اللي أوكلت من أجلها، وقت اللي إحنا نحطوا مستشفى عمومي وألا نحطوا شركة عمومية وألا نحطوا هيئة كانت باش تتصرف في قطاع معين مطلوب منها تحقق الأهداف، والأهداف هذوما لصالح المواطنين والمواطنات اللي هما يعتبروا حرفاء وألا معناتها المستفيدين بالخدمات هذه. شوفوا زادة مشروعية التصرف في المال العام، لأنه تصرفنا معناتها في المال العام في إطار الحوكمة، في إطار الشفافية، في إطار المساءلة، في إطار احترام القواعد القانونية خاصة قواعد الصفقات، مش نحكيهم بعد على إخلالات كبيرة برشا معناتها ترفعها سنويا محكمة المحاسبات. محكمة المحاسبات تراقب زادة حسابات المحاسبين العموميين، تزجر أخطاء التصرف وقت اللي تتعرض المسائل معناتها تكيفها على أنها ترتقي، قد ترتقي إلى أخطاء تصرف، تحيلها على الزجر المالي وتحيلها على محاكم الحق العام، باش تكون معناتها نهاية المسار الرقابي هذه هي الحد من الإفلات من العقاب، وأيضا هو حد التجاوزات هذه. تبقى التقرير محكمة المحاسبات اللي ولا معناتها علني وينشر للعموم منذ معناتها 2011، وتكرس المبدأ هذايا بمبدأ دستوري في دستور 2014، يخلي التقرير هذايا بين أيدي المواطنين والمواطنات كل عام، يتمكنوا من أنهم هما ينفذوا إلى ولكن التقرير اللي صدر أخيرا في شهر ديسمبر 25 تقريبا أو 25 ديسمبر 2018 كان أثره كبير، كان بمثابة الصدمة على الرأي العام التونسي، وتناولته بكثرة وسائل الإعلام التونسية. هو الحقيقة احنا
نثمنوا معناتها الاهتمام نتاع وسائل الاعلام ونتاع منظمات المجتمع المدني بتقرير محكمة المحاسبات، لانه القيمة المضافة لتقاريرنا ما تنجم تكون الا بنشرها بدرجة اولى وباهتمام اصحاب القرار بالتقارير هذه. اصحاب القرار شكونهم؟ هما مجلس نواب الشعب بصفته معناتها الجهة التشريعية اللي تاخذ قوانين وتصلح، تاخذ التشريعات اللازمة باش تصلح الاخلالات هذه، وبصفته هو زاد ينجم يسائل الحكومة اللي تتصرف في اطار معناتها المشاريع العمومية في اطار الوزارات والهيئات العمومية هذه، من بين معناتها صناع القرار اللي احنا نتوجهوا لهم الرئاسات الثانية، لأنه التقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الشعب، وما ينجمش يوصل للهدف والأثر نتاعو إلا ما يهتم به الإعلام كما صار السنة. معناتها احنا نثمنوا الاهتمام والتداول الإعلامي الكبير للتقرير، يكون وسيلة ضغط للأخذ بتوصيات الأخذ السلطة التنفيذية بتوصيات ما جاء في التقرير. هذا هو هذايا مجهود نتاع مناصرة ومجهود نتاع ضغط، وقت اللي يصير ضغط ومناصرة ووعي معناتها بالأهمية نتاع النتائج نتاع التقرير هذايا، نجموا نقدموا القدام ونجموا نفذوا توصيات هذيك وبها نصلحوا. نرجع للحادثه اللي صارت مؤخرا، وفاه الرضع في مستشفى الرابطه قسم الولادات، كانت ربما لكم انتم نتيجه طبيعيه، المستوى التفشي وال الاخلالات الكبيره الموجوده في المنظومه الصحيه في تونس، واللي كما قلت قبيله عينتوها مش كان في مستشفى عزيزة عثمان، مستشفى سهلول ايضا، العمران، يعني صحه العمران، صحه العمران، حي الخضراء، وايضا المنظومه نتاع هات نذكر سيده الرئيسه بالمجمل الاخلالات، مثلا اعطينا اكزامبل شو الناس تتفرج علينا فينا نذكروهم مختلف الاخلالات اللي صدها التقرير الاخير. هو بالنسبه لتقرير ال 31 اللي حتى التقارير الاخرى محكمة المحاسبات السنه هذه، ما تم معناتها تسليطه من ضوء هو كان في خصوص مستشفى عزيزة عثمان وفي خصوص منظومه التقاعد والحيطه الاجتماعيه، هذا اللي يخص معناتها القطاع الاجتماعي اللي هو قطاع ما يخفناش عنده اثر كبير على حياه المواطنين والمواطنات، وين يبدا موضوع رقابي عنده اثر مباشر لحياه المواطن ولامنه وللقمه عيشه وللاستقرار نتاعو، نشوفوا الأثر يكون كبير وحتى الحساسية تجاه الموضوع هذا تكون كبيرة. إذا قطاع الصحة والقطاع الاجتماعي هو بصفة عامة عنده أثر مباشر على المواطن، هذاك علاش المواطن حساس جدا ليه. السنة تم التناول في تقرير ال 31 مستشفى عزيزة عثمانة، فما زاد مستشفى جامعي آخر كيما مستشفى عزيزة عثمانة اللي تم تناوله في تقرير 28 اللي هو مستشفى سهلول، وتم تناول معناتها جملة من التقارير اللي تمس بالقطاع الاجتماعي بشكل معناتها مباشر، اللي هي مساحة العمران ومساحة حي الخضرة، وأيضا نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اللي هو زاد أسال حبر كبير، لأنه العجز اللي موجود، العجز المالي الكبير الصناديق الاجتماعية كبير برشا بالتقرير. الهدف من المهام الرقابية اللي تمت في إطار مستشفى عزيزة عثمانة في التقرير 31 لمحكمة المحاسبات، هو اللي محكمة المحاسبات تقيم أداء المؤسسة الاستشفائية الجامعية هذه وتشوف مدى توافقها في تحقيق أهدافها. أهدافها من الطبيعي اللي هي تكون إسداء الخدمات للمواطنين اللي هما المرضى معناتها يتوجهوا للمؤسسة الاستشفائية هذيك، وأهدافها زادة هي معناتها حسن التصرف والحوكمة متاع قطاع الصحة بصفتها متدخل في منطقة معينة وفي قطاع معين. أعمال الرقابية الإخلالات اللي رصدتوها، أعمال الرقابية خرجت جملة من الملاحظات اللي هي للأسف تتكرر في كافة التقارير اللي عنيت بمجال الصحة واللي ذكرنا معناتها أربعة منها توا. ضعف الأداء متاع المؤسسة الاستشفائية ذي كان ظاهر من الملاحظات الرقابية اللي توصل لها الفريق الرقابي واللي أصدرته محكمة المحاسبات في تقريرها. فما إشكاليات في التصرف في النفايات الصحية اللي هو مخالف للبروتوكول متاع تصرف في النفايات الصحية. فما تدهور لظروف حفظ الصحة في المؤسسة الاستشفائية هذه
الداخلية، مشاكل خاصة في التعقيم، مشاكل في الصيانة فيما إلى ذلك، وهذا حفظ الصحة هو اللي نجم يكون سبب من أسباب الوفاة اللي صارت في مستشفى الرابطة، ولو أنه النتائج متاع الأبحاث اللي قاعدين يقوموا بها الجهات المكلفة بالبحث في أسباب وفاة الرضع ما زالت ما أعطتش شنو هو السبب الحقيقي، ولكن مطروحة حفظ الصحة، التعقيم ما إلى ذلك مطروح كأسباب من اللي أدت إلى وفاة الرضع هذو. هي الإشكاليات متاع حفظ الصحة في المؤسسات الاستشفائية، سواء خذينا المثال متاع مستشفى عزيزة عثمانة وإلا مستشفى سهلول وإلا جملة المصحات العمومية والمستشفيات الأخرى اللي تناولتهم محكمة المحاسبات في تقاريرها الكل على مدى السنوات الأخيرة اللي هي منشورة للعموم، وهوني كل معطى المواطنين والمواطنات والمهتمين بالشأن هذا نجموا يطلعوا عليها. القاسم المشترك كان إشكاليات في ظروف حفظ الصحة في وسط المؤسسات الاستشفائية هذه، وكان هذايا إشكالية اترفعت حتى في تقرير النفاية الخطيرة اللي تعرضت له محكمة المحاسبات، واللي حكيت فيه أنه كمية هامة من النفايات الصحية ما يتمش التصرف فيها على الوجه الأمثل، وفما مخالفة كبيرة للبروتوكولات هنية. هوني حبيت نأكد على مسألة معناتها مهمة برشا في المعايير الرقابية اللي اعتمدتهم محكمة المحاسبات في تقريرها، اللي هو القوانين التونسية في مجال تنظيم قطاع الصحة، وأيضا بروتوكولات المنظمة العالمية للصحة، وأيضا المعايير الدولية للرقابة. معناها ما نجموش احنا نعتمدوا على القانون التونسي وعلى بروتوكولات المنظمة العالمية للصحة وعلى المعايير الدولية للرقابة وتكون النتائج معناتها ماهيش ذات موثوقية. النتائج هذه عندها موثوقية كبيرة، وعندها معناتها جانب من الصحة اللي خلاها تدفع بمتابعة التوصيات نحو معناتها الأفضل. كنا شفنا احنا تفاعل ما كانش إيجابي برشا مع تقرير عزيزة عثمانة اللي أصدرته محكمة المحاسبات، ومع جملة من التقارير الأخرى. للأسف الوعي بأهمية متابعة التوصيات من قبل السلطة المخول لها متابعة التوصيات ما كانش ديما في الموعد، في بعض التقارير كان الوعي أعلى من التقارير الأخرى. للأسف بالنسبة لتقرير عزيزة عثمانة ما كانش تجاوب معناتها إيجابي، رغم اللي الإجابة الرسمية اللي صدرت على وزارة الصحة واللي هي منشورة بتقرير محكمة المحاسبات وتنشرت مع التقرير كانت إجابة معناتها إيجابية، وتبنيت التقرير عهدت بتنفيذ التوصيات، لكن شفنا تصريحات معناتها من مسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم الوزير ما كانتش تصريحات إيجابية في تبني نتائج التقرير هذا. قال أنه التقرير دائرة المحاسبات الأخير لم يكشف الحقيقة كاملة في قطاع الصحة، وأنه فما نوع من التلاعب في التقرير. هذا سيد وزير الصحة المستقيل في مجلس النواب، هذا شنو جاوب على تقرير دائرة المحاسبات؟ هو محكمة المحاسبات تقاريرها تجاوب عليه معناتها في المواقف من نوع هذية. محكمة المحاسبات تفضل أنه تقريرها يدافع على نفسه، ووقت اللي تقريرها يكون حاصل على التبني متاع الجهة محل الرقابة في إجابة رسمية منشورة، كل التصريحات الإعلامية المخالفة للإجابة الرسمية المنشورة هذيك تكون خارج السياق. كنا نتمنيه أنه يكون تبني رسمي للتقرير، وشفنا احنا السيد رئيس الحكومة عقد مجلس وزاري فيه الوزراء اللي معناتها معنيين بتقارير محكمة المحاسبات اللي نشرتهم في تقريرها السنوي 31، وأذن مع السيد رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة توصيات التقرير هذه. إذا تم معناتها التبني على أعلى مستوى السلطة التنفيذية ممثلة في رأسها في رئاسة الحكومة السيد رئيس الحكومة، ما نتوقعش اللي عدم التبني من وزارة معينة في شخص معناتها وزيرها ينجم يأثر في المسار هذه، لأنه المسار تم اتخاذه على مستوى مجلس وزاري من قبل رئيس الحكومة. باقي الإخلالات اللي رصدتوها في المستشفيات واللي معناها تؤثر سلبا على أداء قطاع الصحة العمومية. احنا اذا نبداو من التقرير اللي هو تنشر اخر تقرير هذايا والتقارير حتى السابقه واللي حسب ما فهمت انا حتى من المجتمع المدني منظمه انا قف تقول لك هذايا معناتها سنويا تقارير حتى داخليه في المستشفيات تتكرر، ولكن للاسف يعني نسبه الاخذ بعين الاعتبار هذه التجاوزات ولا هذه الاخلالات وهذه النقائص تكون ضعيفه وضعيفه وضعيفه جدا، ولا من لا يكاد يحس بها
احنا نبداو من تقارير الرقابه الداخليه، لانه احنا وقت اللي نمشي ونراقبوا معناتها هيئه محل الرقابه، نبداو بتقارير الرقابه الداخليه ونراقبوها وتكون هي منطلق لرقابتنا اللي هي تعتبر رقابه خارجيه على منظومه السلطه التنفيذيه. الرقابه الداخليه في المستشفيات تتم في اطار التقارير السنويه حول حفظ الصحه، واللي هي سنويا تخرج متطلبات المحافظه على الشروط الدنيا لحفظ الصحه في المستشفيات في المؤسسات العموميه للصحه، واللي تطلب الوزاره في ممثله في اداره حفظ الصحه تطلب من المستشفيات ومن المدخلين العموميين في اطار القطاع هذايا اللي هي تمتثل شروط الدنيا لحفظ الصحه، وتجي بعد تراقب مدى احترامها للشروط هذه ومدى امتثالها للبروتوكولات هذه، وتخرج النسب اللي حكيت عليها منظمه انا يقظ اللي هي عدم امتثال للشروط هذيك في اطار التقارير الداخليه. هذيك نقطه بدايه، وحتى تقرير محكمه المحاسبات كان تعرض للمساله هذه، انه راهو بعض الملاحظات اللي تم ادراجها في تقرير مستشفى عزيزه عثمانه كانت المهمات التفقد نتاع الوزاره نبهت لها، لكن ما تمش تدارك الامر، وهذه مساله معناتها على غايه من الاهميه. وفما معناتها تقارير نتاع حفظ الصحه اللي رفعتهم اداره حفظ الصحه، واللي هي نصت على جمله من الاشكاليات كما في مجال التعقيم والصيانه مثلا، اللي معناتها نبهت ليهم محكمه المحاسبات في تقريرها، اللي هو في مسؤوليه كبيره برشا وقت اللي تجي انت تقرير نتاع حفظ الصحه يقول لك راه وقت اللي تخرج انت المرضى نتاع الدم السريري من المناطق معناتها المعزوله والا من الوحدات المعزوله اللي هما فيها، لازمك توفر لهم حد ادنى من معناتها حفظ الصحة في المكان البديل اللي مش يقعدوا فيه حتى لين أنت تحقم الوحدات المعزولة هذيك وترجعهم فيها، لكن هذا ما كانش يتم احترامه. حتى الأماكن البديلة اللي كانوا يتحطوا فيها المرضى هذوما ما فيهاش الشروط الدنيا للتعقيم للواحد. كانت محكمة المحاسبات نبهت إلى أنه برنامج الصيانة اللي توضعه وزارة الصحة لازم المستشفيات تاخذوا بعين الاعتبار من قبل، ولازم تعد نفسها لمساله الصيانه، لان هذه صيانه دوريه ما تمش معناتها بصفه فجائيه والا يتفاجئ بها المستشفى، يعرف الاوقات نتاعها ويعرف الدوريه نتاعها ويعرف المتطلبات والشروط نتاعها. وصل معناتها المستشفى نتاع عزيزه عثمانه حسب تقرير محكمه المحاسبات يستعمل في اماكن بديله غير معناتها مطابقه للشروط الصحيه، ونبهته وزاره الصحه انه ما يستعملش الاماكن هذيك، لكن استعملها وتمت معناتها صارت وفيات وفيات، وتم تسجيل مع تعكرات في الصحة الناس قريب يتماثلوا للشفاء. فما إشكالية أخرى زادت تعرضوا لها التقارير، سواء كان تقرير سهلول، تقرير مستشفى سهلول، وإلا تقرير مستشفى عزيزة عثمانة، وإلا التقارير الأخرى نتاع المصحات نتاع العمران الخضراء، أنه مسألة تصرف الأدوية هذه ديما تشوبها جملة من الإخلالات، وإخلالات كبيرة برشا، ومعناتها توصل ترتقي إلى درجة التجاوزات في مجال التصرف الأدوية في المستلزمات الطبية. وقت اللي المستشفى وإلا المصحة تطلب معناتها كمية معينة من الأدوية ما يتمش ديما تسجيلها في المخزون نتاع الأدوية، وما تخضعش للشروط معناتها القانونية لتسجيل دخول الأدوية ذيك، وبعد تختفي الأدوية، والمواطن باش يمشي يسأل على الدواء ما يلقاش بيان سور، والا المستشفى يستلم الادويه بعد ما المرضى اللي طلب لهم الادويه هذوكم يكونوا توفوا وعندهم شهرين، خاصه هذوما المرضى نتاع اللي عندهم سرطان عفاكم الله، تعفنات عفاكم الله، واللي مستشفى عزيزه عثمانه ما رجع الكميه نتاع الادويه اللي خذاها من مصحه العمران بعد ما توفوا المرضى هذوما، الا على خلفيه تقرير محكمه المحاسبات بعد ما احالت له المحكمه التقرير نتاعها ولا رجع الادويه. وهوني محكمه المحاسبات علقت في تقريرها انه راهو رجع الادويه هذه تم بعد ما وفى الاجل نتاعهم، اللي هما ادويه معناتها عمرهم عامين ولا 3 سنين، يرجعوا بعد الفتره هذيك، معناها هي مساله سوريه صحيح معناتها للمسائله مهمه برشا، لكني مساله سوريه. وهوني نرجعوا لرقابه الاداء، هل انه الهيئه محل الرقابه اللي هي هوني المستشفيات العموميه حققت اهدافها لا
العدالة، لأنه أهدافها الأساسية هي إسداء الخدمات للمرضى، وهي التكفل بالمرضى، وهي توفير متطلبات الدنيا لإسداء الخدمات. قلت لي أنا ما نوضعش كمستشفى عمومي، ما نوضعش نظام لتحسين خدمات اللي نقدمهم للمرضى اللي يتوجهوا لي. وقلت لي العيادات الخارجية ما ننظمهاش أنا بشكل ما تكونش مكتظة وما تزيدش من معاناة المرضى هذوما. وقلت لي أنا نحط معناتها دي سيرفيس معينين ما يكونش فيهم الانعاش، الوغ هما لو تو نتاع اللجوء للانعاش يكون كبير برشا. سيدة رئيسة تحكي مع المديرين نتاع المؤسسات وحتى وزارة الصحة بشكل عام، تقول لك انا يا خويا الميزانية المخصصة للوزارة ميزانية معناتها محدودة، ما تكفيش باش نقوم انا بالانتدابات، باش نشري أجهزة جديدة، باش نوسع، باش ما يكونش فما حتى على مستوى معناتها الأشخاص، معناها باش نوسع، باش يكون معناها العيادات مقسمة، والإنسان المريض كيف يجي ما يستناش برشا، والدواء موجود، معناتها كلها ترجع للأسباب المادية. ما تقولك أنا إمكانياتي محدودة، والبلاد معناها في وضع اقتصادي صعيب، والميزانية هذيك اللي تعطيها لي الوزارة أنا نتصرف فيها. أسباب مادية وفي جزء منها إشكاليات متاع حوكمة. على خاطر وقت اللي نحكيه ونحن رقابة أداء نحكيه على إطار معناتها تحقيقك أنت لأهدافك في ظل ما كفي لك كمعناتها مصحة وألا كوزارة وألا كمستشفى عمومي من موارد. محكمة المحاسبات لديها معناتها من بعد النظر ومن الوعي اللي هي وضعت الأمور في إطارها، حتى في تقريرها السنوي العام في المقدمة تاخذ بعين الاعتبار الإشكالات والتطورات اللي تصير في المالية العمومية وإشكالات متاع شح الموارد العمومية. هذاك علاش تخدم على 5 سنوات من 2012-2016، ما تاخذش معناتها الانكزرسيس وحده باش يكون هذاك فيه معناتها تغيرات كبيرة وإلا فيه معناتها عدم توفر موارد ولا حاجة. احنا نقيمه على فترة متاع 5 سنوات فما فوق، هذاك المعنى الحقيقي للتقييم. وفما مسألة أخرى زادة، أنه المحكمة من بداية تقريرها وضعت الأمور في إطارها وقالت راهو فما تطور كبير في النشاط الاستشفائي، لكن التطور هذا ما رافقتوش تطور في الـ معناتها الموارد البشريه والماديه للمستشفى نتاع عزيز عثمان، ونقيسوا عليه مستشفيات الاخرين لانهم يعانيوا من نفس الاشكاليات. حطت الامور في نصابها وقالت راهو كان فما معناتها عناصر معينة وألا مؤشرات معينة للبخيزون شارج متاع المرضى، عدد كذا مريض للطبيب مختص، واللي تو ارتفعت النسبة هذه، معناها حطت الأمور في إطارها منذ البداية. من اللي بدأت تحكي على التكفل على في المرضى ومتطلبات إسداء الخدمات وضعت الأمور في إطارها، لكن ما يلزمش معناتها شح الموارد وألا نقص الموارد المادية والبشرية يكون هو السبب في تدهور كبير في المنظومة الصحية، لأنه تدهور نتاع المنظومة الصحية أسبابه أعمق من العجز المادي وأسبابه أعمق من عدم توفر الموارد البشرية. هوني نحكيه على إشكاليات تتعاود في كافة المستشفيات العمومية، نحكيه على إشكاليات تتعاود في كافة الهيئات محل الرقابة. إذا نوسع إن النظرة التقييمية على القطاع العمومي، وشفنا نحن تقرير 31 كم الهائل متاع الملاحظات اللي وردت فيه والتفاعل الكبير الإعلامي والمجتمع المدني اللي جاء مع تقرير، مش كلها قطاعات راهي ناقصة موارد بشرية وإلا الكلها ناقصة موارد مادية. لا، هو فما نقص في الموارد البشرية، فما نقص كبير، وفما نقص في الموارد المادية، ما ننفيوش هذا صحيح موجود، ولكن فما زادة نقص الموارد سياسة نتاع حوكمة، فما نقص الموارد البشرية ونقص الموارد المادية يخليني يمكن في مسألة التكفل بالمرضى، في مسألة الاستقبال، في مسألة الظروف نتاع العيادات الخارجية، في مسألة تجهيزات، حتى التجهيزات، توفير التجهيزات والأدوية، مسألة توفير معناتها الأطباء الاختصاص. لكن فما مسائل ما نشموش نجاوبوا عليها للأسف بانعدام الموارد المادية. نعطيك أنا هوني مثال أنه عدم تسجيل أدوية يتم معناتها الاستلام نتاعها من المصحه، الوغ فما نظام منظومه معلوماتيه مش سامل فيها سبيطار، معناها عنده منظومه معلوماتيه، عنده طرق تكفل له انه يرشد استعمال معناتها المخزون وتسجيل مخزون، لكن ماهوش قاعد يستعمل فيه. فما حاجات اخرى، نعطيك زاده مثال اخر، نعطيك مثال نتاع في فوتره الخدمات وفي استخلاص المستحقات. التوا مازلنا نحكيه على مشروع مستقبلي نتاع الانفورماتيزاسيون نتاع دوسي ميديكال،
انه الملف الطبي يولي معناتها في يدخل في المنظومه المعلوماتيه. فما منظومه معلوماتيه تعملت وعملها مركز الانفورماتيك نتاع الوزاره، وتم حتى تكوين معناتها الاطارات الطبيه والشبه الطبيه، لكن مش نستعملوا فيها. علاش نحكيوا على اشكاليه نتاع حوكمه؟ اعطيني انت الحدود القصوى نتاع الموارد اللي عندك. فما زاد اللجوء الى تحاليل تتعمل لبرا، الكوسبيتار نجم يعملها. الداخل واللي تتكلف معناتها عشرات الالاف من دينارات، خاطر ما فماش معناتها اذون تاع تزود تعملت في وقتها، والا ما فماش اجراءات نتاع باب خاص والا حاجه. فما زاد حاجات اخرى، فما وقت اللي تعدى الفارماسي النوتيس، وقت اللي تعدى الفارماسي ما فيهاش كاشي ولا ما فيهاش صحاحه نتاع شكون اللي اذن باخراج هذه مسائل ما تتعلقش معناتها الاشكاليات الماديه ولا حتى في هويه المرضى. يظهر لي فما برشا المرضى فما اشكاليه اللي نبهت لها محكمه المحاسبات هنيه. فما زاد مشكله اخرى نتاع المخاطر نتاع التعفنات والمخاطر نتاع معناتها لو ريسك انه المرضى اللي يجيوا للسبيطار ياخذوا ديجا تعفنات وهما جايين باش يداويوا في حاجه اخرى. معناتها نلقاو رواحهم مرضى بحاجه اخرى، نبهت لانه النساء الحوامل باش يوصلوا معناتها للعيادات الخارجيه نتاعهم، يتجاوزوا بهو اللي هو فيه معناتها كونتاكت مع المرضى نتاع الدم السريري، اللي هما يكونوا فما معناتها مخاطر اعلى من العادي في التعفنات وفي المخاطر نتاع معناتها نقل امراض للنساء الحوامل هذوما. نحكيو على اشكاليه نتاع الاداء في القطاع العمومي. كي نحكيو على الاشكاليه هذيه يلزمنا نحكيو بكل انفتاح، ويلزمنا نحكيو بالتشخيص الواقعي والموضوعي للمنظومه. هذاك علاش حتى تقرير محكمه المحاسبات تاخذ برشا مراحل وتاخذ سنه كامله لاعدادها، والقاضي في محكمه المحاسبات يتعامل مع كافه المتدخلين في المنظومه، يتحدث معهم الكل، يجري المحاورات، يجري طلب الارشادات، يتصل بكل طرف عنده علاقه بالمنظومه هذيه، ومعناتها يقرب وجهه النظر من بعضها، ومن يوصل يكتب ملاحظه في تقريره إلا ما تكون مؤيدة بوثائق ولا ما تكون متأكد منها 1000%، ويعطي توصيات. لأنه مش الهدف اللي أنت تقول راهو مش باهي التصرف هذايا، وإلا راهو ناقص حوكمة، وإلا فما إشكالية في التصرف، لكن لازمك تعطيه الطرق اللي تساعده باش يحسن التوصيات. أنا جست نحب نسألك سيدة رئيسة، بعد التقرير نتاعكم وخاصة فيما يتعلق بالكميات الكبيرة نتاع الأدوية هذه اللي ما هيش مسجلة، ومتاع الأدوية اللي مشيتها الغير مستحقيها، ما وصلكم حتى معناها حديث عن معناتها إقالات، معاقبة ناس معناها متورطين في الحكاية هذه؟ احنا عنا 3 شهور توا تقريبا من اللي يصدر التقرير نتاعكم، قاعدين انتوما كمحكمة محاسبات تبعوا في الموضوع ولا لا؟ الوزارة هل فتحت تحقيق داخلي على الأقل في اللي كشفتوه هذايا ولا لا؟ معناتها وين وصلت الحكاية؟ احنا التعاطي نتاعنا في مجال متابعه توصيات تقرير محكمه المحاسبات يبدا من لحظه الاعلان على التقرير، وكان معناتها كانت محكمه المحاسبات من نهار الكونفرنس دو بريس اعلنت على متابعتها للتقرير هذايا، وقالت راهو ما يكفيش اللي احنا التوصيات هذه نتوجهوا بها الى الجهات معناتها ذات العلاقه، ولا احنا ما تسلطوا الضوء على الاخلالات والاشكاليات في التصرف هذا، لكن احنا رانا ندعيو الى اصلاح منظومه التصرف العمومي، وراهو فما ملفات احيلت الى دائره الزجر المالي في اطار معناتها زجر اخطاء التصرف اللي ينطبق عليها القانون نتاع زجر اخطاء التصرف في كل مخالفه للاجراءات نتاع التصرف العمومي، خاصه اجراءات الصفقات العموميه واجراءات الانتدابات واجراءات التصرف اللي تكون مخالفه للقانون. اعلنت عليه محكمه المحاسبات من نهار الاولاني، وفما مسائل معناتها تعهد بها، يعني فما متابعه قاعدين تعملوا في متابعه ولا لا؟ منذ اعلانكم هذايا فما متابعة في 3 شهور هذوما تبعتوا ولا لا؟ المتابعة نحن نعملوا فيها لكافة التقارير معناتها بشكل متوازي بدون إفراد تقرير دون غيره. بدينا في إطار المتابعة من نتائج المجلس الوزاري المضيق اللي عقده السيد رئيس الحكومة بمناسبة إعلاننا نحن على التقرير، لأنه الرئيس الأول لمحكمة
المحاسبات يسلم التقرير إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب باش معناتها يبلغهم بالتوصيات هذه ويبلغهم بنتائج تصرف في المنظومه العموميه ويحسسهم باهميتهم هما كمتدخلين فاعلين معناتها من صناع القرار في الاصلاحات اللي نجم يقوموا بها باش يصلحوا الاخلالات هذه. بدينا من المجلس الوزاري اللي تعمل في رئاسه الحكومه واللي السيد رئيس الحكومه دعا فيه الوزراء اللي شملتهم التقارير الكل انهم يتخذوا الاجراءات التصحيحيه في مجال التوصيات اللي توجه لهم بها محكمة المحاسبات. هوني فما معناتها سرعات مختلفة في التعاطي وتجاوب مختلف في التعاطي ومثال احنا نتعلمه في إطار معناتها المسار التشاركي هذايا في إطار النشر الجديد نتاع محكمة المحاسبات لتقاريرها، لكن نأكدوا على مسألة أنه في المعايير الدولية اللي تنص على القيمة المضافة لتقارير الهيئات العليا للرقابة كيما محكمة المحاسبات بالنسبة للجمهورية التونسية، القيمة المضافة تزيد كل ما الاهتمام نتاع الجهات هذه يرتفع بالتقارير. وقت اللي الجهات هذه تاخذ إجراءات تصحيحية تعقد جلسات تعمل سماعات كما عمل مجلس نواب الشعب جلسات الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات في العديد من التقارير اللي باش نحكيوا عليهم من بعد، كما النواب اللي توجهوا بأسئلة شفاهية وبأسئلة معناتها كتابية للوزراء هذوما، كل تفاعل في ولكن هذا كله ما يخرجش من إطار الكلام، هذا كله ما يخرجش من إطار الكلام أنه نواب يتفاعلوا أو أنه يصير مجلس وزاري. أنا في نعيش مع حكومة أخذت على عاتقها وأنها تحارب الفساد، وقت اللي يجيني أنا تقارير معناها صادمة عن إخلال بالمال العام، معناتها التحرك مش نخلي له وقت أنا 3 شهور ولا 6 شهور باش أنا نتحرك، المفروض وأنه التحرك يكون فوري مع دائرة المحاسبات ولا الدوائر الرقابية الأخرى، الهيئات الرقابية الأخرى هي شنية الدورة نتاعها؟ هي الدورة نتاعها أن تعاون السلطات التنفيذية في أن تكشف مواطن الفساد، وهكذا يكون فما سرعة وتقدم معناها في معناتها تحويل الناس هذوما للعدالة. احنا إلى حد الآن ما نش قد نراو في حاجة معناها ملموسة صارت بعد صدور تقريركم. هو ما فماش حاجه اللي تمت لا ولا قاعدين نشوفوا في نتائج ما تتاكد متاكد اللي جاء في تقريركم الحادثه نتاع مستشفى الرابطه الاخير تاكد انه فما اخلال كبير في منظومه الصحه العموميه. ما فماش حاجه صارت بشكل معناتها مؤسساتي اجرائي واضح، هذايا اللي انا معناتها حبيت ناكد عليه. تمت معناها المجلس الوزاري المضيق هذاك اللي تم معناتها الحديث فيه على النتائج نتاع تقرير محكمه المحاسبات، بعد كل وزير حط معناتها برنامج لمتابعه التوصيات هذه، فما اللي تقدم في متابعه التوصيات نتاعه، فما اللي ما تقدمش، فما اللي الاصلاحات تتطلب اكثر من معناتها 3 شهور، فما اللي لازم معناتها اجراء معناتها قانوني ولا اجراء تنقيحات نتاع قوانين معينه ولا برامج معناتها مخططات جديده ولا دراسات ولا غيره. فما المقارنه ما تنجمش تكون معناتها مباشره بالشكل هذا، لانه فما اصلاحات تاخذ وقت قصير وكلفه معناتها اقل، وفما اصلاحات تاخذ وقت اكثر وتاخذ كلفه اكثر. لكن وفما زاد اجراءات اتخذتهم النيابه العموميه في شكل معناتها تعهد تلقائي في بعض التقارير كما في بلديه نتاع مكنين مثلا اللي هي معناتها النيابه العموميه في المسير خذت عهدها تلقائيا بالتقرير هذايا واحالت معناتها اللي ارتكبوا الاشكاليات هذه معناتها على القضاء. فما زاد في جندوبه الاداره الجهويه للتربيه زاد تم نفس الاجراء هذاك اتخاذه. لكن احنا نحكيه على مساله مؤسساتيه اجرائيه تكون بشكل تلقائي، دوب ما يخرج التقرير نتاع محكمه المحاسبات تبدا الخطوات التصحيحيه، لانه هذاك الهدف الاساسي منه. وخساره كان معناتها التوصيات هذه الكل والملاحظات هذه الكل من بعد ما تاديش الى اصلاحات حقيقيه ولا اصلاحات عميقه. هوني وقت اللي نحكيه على متابعه توصيات محكمه المحاسبات، راهو المعايير الدوليه للاجهزه العليا للرقابه نتاع منظمه الانتوساي تنص بشكل اساسي انه متابعه
توصية تكون من صلاحيات الأجهزة هذه. هذه تنحكيو عليه سيد الرئيس، هذه تنحكيو عليه من بعد، لأنه الأسبوع القادم على ما أعتقد باش يصير في مجلس نواب الشعب. في مجلس نواب الشعب فما جلسة عامة يومي 26 و27 مارس للنظر في قانون جديد لمحكمة المحاسبات، وهوني نحن معناتها نوجهوا الدعوة إلى كل السيدات والسادة نواب مجلس الشعب اللي هما معناتها يصادقوا على القانون هذايا بأعلى درجات الاستقلالية اللي تكفل لمحكمة المحاسبات معناتها الرقابة على الشفافية وعلى المشروعية وعلى حسن التصرف في المال العام، لأنه بلاش ما تكون محكمة المحاسبات مستقلة، بلاش ما تكون عندها أعلى درجات الاستقلالية المضمونة في المعايير الدولية، ما تنجمش توفر لكم تقرير بالحرفية اللازمة، ما تنجمش تأثر في المنظومة اللي هي تراقب فيها بالشكل اللازم. نشوفوا تقرير ثاني مع زميلنا نزار الزغدودي، نشوفوا باقي القطاعات اللي تم ذكرها في تقرير دائرة المحاسبات الأخير ونعود. تجاوزات وإخلالات وسوء تصرف في المال العام في قطاعات مختلفة وحساسة، معطيات كشفتها التقارير الرقابية وتحدثت عليها في أكثر من مناسبة، وكان الواقع كبير لدى الرأي العام، خاصة وأن معظمها تم وصفه بالصدم. في 26 مهمة رقابية ميدانية تعلقت بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، تراوح معظمها بين سنة 2011 و2017، وقفت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي عدد 31 على جملة من النقائص والإخلالات، منها تفاقم الدين العمومي الخارجي وضعف استغلال الآليات المتاحة للحد من مخاطره، فضلاً عن محدودية نتائج القروض سواء لتمويل المشاريع التنموية أو لدعم الميزانية، علماً وأن تسديد الديون المبرمة إلى غاية ديسمبر 2016 سيتواصل إلى سنة 2055. سوء تصرف مالي كبير بالصندوق الوطني للتقاعد وسوء تصرف في الموارد البشرية وفي أملاكه، ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة مجاناً من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز واللي بلغت 11330 مليون دينار، سماح شركة الخطوط التونسية منذ سنة 2016 للطائرات بتأمين رحلات بأكثر من 5 أعطال خلال نفس الرحلة، وأخرى بأعطال انتج عنها في حالات مماثلة حوادث في شركات طيران أخرى، ارتفاع حالات التأخير اللي تتجاوز 3 ساعات خلال الفترة 2014-2017 بنسبة 115%، ما سبب خسائر مادية فادحة للشركة بعنوان التعهد بالمسافرين. هذه عين البعض الإخلالات والتجاوزات اللي ما اقتصرتش على المال العام فقط، بل بلغت حد الاستهتار بأرواح المواطنين، وهو ما يحيلنا إلى السؤال عن جدوى التقارير السنوية وعن مدى تجاوب الحكومة معها والأخذ بها، خاصة وأن عشرات التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات لم تكن رادع حقيقي في محاربة الفساد وسوء التصرف رغم نجاعتها، ما يفرض التعامل الجدي معها حتى لا تقبر الملاحظات والتوصيات ولا يبقى الإصلاح بدوره مؤجل. إذن وحتى لا يبقى الإصلاح مؤجل، وهذا نقولوه مع كل مرة نستقبل فيها رئيس هيئة أو نحكي فيها على هيئة من الهيئات الرقابية، وللأسف في كل مرة يقعد الإصلاح مؤجل بخلاف قطاع الصحة فما برشا قطاعات أخرى للأسف، وكما قال زميلي نزار في التقرير تجاوزنا الإخلال بالمال العام إلى أن ولينا نلعب بالأرواح البشرية ولينا نعرض الأرواح البشرية للخطر حتى لا تقبر التوصيات. هذه النقطة اللي نبدأ منها، حتى لا تقبر التوصيات لازم التقارير هذه تتثمن وتتنفذ معناتها التوصيات الواردة بها. تقرير 31 كانت فيه عديد من القطاعات اللي تعرض لها التقرير هذايا في شكل معناتها تقارير رقابية، كانت جملة من البرامج العمومية اللي قيمتهم محكمة المحاسبات، منهم منظومة التحكم في الطاقة اللي جات في التقرير، واللي معناتها نص التقرير فيها انه ما فماش معناتها استراتيجية وطنية للتحكم في الطاقة، واللي هو كان معناتها عامل مؤثر في الأداء متاع المنظومة هذه. إذا احنا ما نخدموش باستراتيجية واضحة وما نحطوش مؤشرات وما نحطوش أهداف وما نحطوش معناتها طرق لتقييم الاستراتيجية هذه، ما نجموش نحكيه على منظومة للتحكم في الطاقة في تونس معناتها بالمعنى الصحيح للكلمة.
الكلمة. فما تقرير آخر تعرضت له معناتها محكمة المحاسبات ولا نشرته محكمة المحاسبات في تقريرها 31 تعلق بالأراضي الفلاحية المهيكلة واللي معناتها خرج حتى هو معناتها رقم مفاجئ وصادم حتى في الندوة الصحفية دولته برشا وسائل الإعلام اللي فما معناتها 195 مليار من الديون متخلدة بذمة مستغلي الأراضي الفلاحية المهيكلة. أراضي هذه هي أراضي الدولة تتعطى معناتها لي المستثمرين الخواص ولا تعطى للناس اللي حايزين على شهادات عليا واللي متخرجين من مدارس الفلاحه باش نعليو من النسبه التشغيليه نتاعهم من ناحيه وباش احنا معناتها نحسنوا من مردوديه الاراضي هذه باش نعدلوا بها الانتاج الوطني في قطاعات حساسه. قال تقرير للاسف انه ما فماش معناتها الهدف من الاراضي هذه مش تبلغ فيه معناتها الدوله التونسيه، فما برشا اشكاليات في متخلدة ناس تستغل من غير ما تخلص معناتها الدولة التونسية. وشفنا نحن إذا نربطوها جملة التقارير الواردة في تقرير 31 إذا نربطوها بالدين الخارجي واللي احنا باش نبقاو نخلصوا حتى 2055 في نسبة التدين الكبيرة اللي وصلت لها الجمهورية التونسية، مش معقول أنه مازال عندنا معناتها مستحقات معناتها متخلدة بالذمة واللي الدولة التونسية عاجزة على استخلاصها واللي هي ما تنجمش معناتها تستخلصها. تقرير هذا زاد قال اللي أكثر من شطر الأراضي هذه اللي هي على ملك الدولة ومكنت الخواص من استغلالها لأهداف تنموية معينة، أكثر من شطر الأراضي هذه يتم استغلالها بطريقة غير معناتها مطابقة لكراسات الشروط وغير مطابقة للشروط. يعني فما تلاعب في فما غياب نتاع رقابة وفما ضعف منظومة نتاع متابعة من قبل الدولة، الدولة تعطي الأراضي هذوما بعد ما تتبعش بالشكل الكافي باش تجبر المتصرفين في الأراضي هذه اللي هما يمتثلوا للقانون واللي هما معناتها يحافظوا على الأراضي هذه. حكاية تقرير زاد على الشركات المصادرة في إطار معناتها شركات الإحياء المصادرة، وحكاية على الأراضي اللي ما زالت معناتها موضوع إهمال واللي تهملت واللي حتى عناصر الإنتاج فيها معناتها اختفت واللي معناتها دمرت عناصر الإنتاج اللي فيها، فما إهمال كبير استغلال غير شرعي. عطينا جملة من التوصيات باش نصلحوا المنظومة. فما زاد في التقرير السنوي 31 فما الإشراف نتاع وزارة التعليم العالي على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي واللي كان من جملة معناتها الملاحظات الكبيرة اللي خرج بها اللي راهي الوزارة ما تمارسش في إشراف حقيقي على المؤسسات الخاصة، والدليل أن المؤسسات الخاصة دي برامجها معناتها ماهيش معناتها ملائمة للكراسات الشروط الموضوعة واللي هي معناتها حتى في تنظيمها لعملها الداخلي ماهوش كيف كيف. ولكن زاد اكثر الحاجات اللي ربما حكيت عليها وسائل الاعلام شركه الخطوط التونسيه واللي حتى مشال البعض لانه شركه تعيش صعوبات ماديه كبيره وممكن ان تقرير يتناولها بالشكل هذايا ممكن هذا يضر سمعه الشركه وممكن معناها مش يحسن خدماتها بل بالعكس ممكن تزيد الناس تبعد على الشركة الأم والنقلة الوطنية اللي المفروض معناتها هذيك فخر لبلادنا. هي شركة تونيسير هي معناتها مثال حي كما مستشفى عزيزة عثمان اللي بدينا منه قبيليك وكما عديد من الأمثلة الحية في التقرير على أنه رقابة الأداء اللي تقوم بها محكمة المحاسبات كي توصل للعمق متاع الأهداف ومتاع المهمة الأساسية الموكولة للشركة هذيك تحسن من الأداء متاعها. معناه أنا ما نجمش نوازن ما بين السمعة بين ظفرين نتاع الناقلة الوطنية وما بين أدائها، إذا هي ما تغير قادرة باش توفر أداء ومعناتها تأمن المرفق العمومي هذايا بالشكل اللازم وبالشكل اللي يرضي المسافرين ويرضي الحرفاء متاعها، معناها راهي سمعتها وإلا صورتها باش تتمس بسوء أدائها مش بتقرير محكمة المحاسبات. هذا معناتها الطرح كيفاش يلزموا يصير. التقرير نتاع تونيسير هو تقدم في معناتها التقرير اللي قدمته انتم توا خرج جمله من الاشكاليات ولا الاخلالات في اداء الشركه العموميه هذه واللي على راسها
ان هي معناتها في عدد الاعطاب اللي تسمح بهم قبل معناتها اقلاع الطائرات يتجاوزوا العدد المسموح به معناتها في البروتوكول المتعامل به، واللي كما ذكرتم انتم في تقريركم في حالات مشابهه للاسف معناتها سقطت الطائرات في دول اخرى احنا ما نسمحوش بالريس كذايا اللي هو يصير معناتها في بلادنا. فما معدل الصيانه فما طائرات تبقى 300 يوم معناتها بصدد الصيانه تبقى محلوله، الطياره ما تطيرش يصيروا دي غوتاغ، فما معدل نتاع هذا يخلي يظل الشركه تلجا لكراء تلجأ طائرات الى كراء طائرات بالطاقم نتاعها واللي يتكلف برشا على المجموعه الوطنيه. ذاك علاش نرجع لمساله الحوكمه وقت اللي يولي فما اشكاليه في الحوكمه واشكاليه في الاداء حتى التصرف في الاموال العموميه راهو يتمس ويتمس معناتها بشكل كبير. وقت اللي انا نمشي نعمل تحليل لبرا من السبيطار الوغ كو انا نجم نعمله في السبيطار بالموارد نتاعي وعندي الالات الكافيه وعندي التجهيزات الكافيه ونمشي نعمله لبرا بالفلوس راهو فما اموكا غانيي دوبل. وقت اللي انا عندي طياره محلوله 300 يوم للصيانه معناتها ونشري قطايع بشكل استعجالي باضعاف اضعاف السعر نتاعها ورغم ذلك ما كملتش النسق نتاع الصيانه اللي لازمني ونكري معناتها طائرات بالطاقم نتاعها معناتها فما اشكاليه كيما تونيسير كيما مستشفى عزيزه عثمانه كيما المنظومه نتاع لا سيكوريتي سوسيال اللي هو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه. التقارير نتاع محكمه المحاسبات بينت انه الاشكاليه في الاداء والديفيسيت اللي موجود في الاداء هو اللي خلى القطاع العمومي هذاك ما يمشيش، مش نقص الموارد فقط والا نقص الامكانات. صحيح نقص الموارد ونقص الامكانات اثر معناتها بشكل كبير في التصرف في القطاعات هذه، لكن زاد الديفيسيت نتاع الحوكمه عنده دور كبير في الاشكاليات هذه. علاش قلت سي ان كاديكول تونيسير؟ على خاطر بعد تقرير محكمه المحاسبات ظن معناتها المجلس الوزاري والوزاره خذت جمله من الاجراءات التصحيحيه في الشركه وخلات الاجراءات التصحيحيه ذي خلات معناتها برنامج نتاع الصيانه وبرنامج نتاع اعاده يعني تم التفاعل ايجابي معطل لسنوات برنامج معطل لسنوات تمكنت تونسير من انها تحصل عليه معناتها من الدوله التونسيه جراس للتقرير نتاع محكمه المحاسبات هذيا حسن لها معناتها برشا في الـ 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 الامكانات نتاعها. فما جمله من التقارير الاخرى على صعيد الجهوي كما المراكز الجهويه لمراقبه الادائات، فما مركز جهوي لمراقبه الادائات في صفاقس 1 وصفاقس 2، فما في توزر زاد مركز نتاع مراقبه الادائات، فما بلديات تخدمت ونعرفوا نحن الحوكمه معناتها المحليه ولا نوفيل نوسيون هذه نتاع ديسنتراليزاسيون ولا مركزيه والحوكمه معناتها المحليه كسلطه في الدستور التونسي خدمه بلديات كما المستير كما مكنين كما بلديه القصر. فما برشا من القطاعات اللي تخدمت والاكيد انه اذا باش تتثمن التقارير هذه وتتنفذ التوصيات هذه باش يتحسن الاداء. انا نحب نرجع قبل ما نختم معاك سيده عائشه، نحب نرجع للنقطه قلت لك قبيله خلي تو نحكيو عليها بعد لانه مازال لنا دقيقتين فقط في عمر البرنامج. محكمة المحاسبات كما قلت في القوانين المعمول بها البرة هي اللي تاخذ على عاتقها بعد ما تعمل التقارير تتبع ومتاع الإخلالات اللي موجودة اللي هو طور مش موجود في القانون الحالي، بويسك الأسبوع القادم مجلس النواب باش ينظر في القانون الجديد متاع محكمة المحاسبات. تحبوا وأنه محكمة المحاسبات هي اللي تاخذ على عاتقها بعد ما تعمل تقرير تبع كل الإخلالات اللي وردت في تقاريرها. هو يلزم مش نحبه، يلزم إذا تحب أنت تفعل التقارير هذية حتى تكون فما جدوى للتقارير نتاعك. إذا تحب تكون فما جدوى من الأعمال هذية راهي متابعة التوصيات وقت اللي توكل إلى محكمة المحاسبات إلى الجهاز الأعلى للرقابة اللي قام بالمهمة واللي يعرف التفاصيل اللي موجودة فيها واللي يعرف الإشكاليات وما وراء الإشكاليات هو اللي تبع التوصيات وتكون عنده سلطة تقريرية وتكون عنده من الاستقلالية أنه يفرض تنفيذ
التوصيات هذه ما يخليهاش معناتها خيار للهيئات محل الرقابه. مجلس نواب الشعب باش ينظر في القانون الاساسي لمحكمه المحاسبات في جلسته العامه ليومي 26 و27 مارس. التقرير هذايا عفوا القانون الاساسي هذايا تقدم من 2015 وكان معناتها مفروض يتعدى قبل التاريخ هذايا، لكن حتى وان تاخر نقبلوا بالضمانات القصوى في التقرير هذايا بتاخير خير من نقبلوا معناتها بقانون اساسي بتاخير وبدون ضمانات. اكيد وانه اللي تعدى على اللجنه توا واللي تعرض وتمت المصادقه عليه في الضمانات معناتها المكفوله في المعايير الدوليه لمحكمه المحاسبات باش تمارس العمل نتاعها بالاستقلاليه الكافيه وبالصلاحيات والتفويض الكامل المنصوص عليها بمعايير منظمه الانتوساي. نوجه هنا دعوه للسيدات والساده نواب مجلس الشعب اللي هما يصادقوا في الجلسه العامه على القانون الاساسي هذايا باقصى درجات الضمانات والاستقلاليه لمحكمه المحاسبات. نذكر هنا اللي فما ربط مباشر مع القانون الاساسي الميزانيه اللي هو نص في الفصل 19 منه اللي محكمه المحاسبات تكون معناتها مهمه خاصه، وهذا يعطي استقلاليه ماليه واداريه للمحكمه ويسمح لها باش تقدم اعمال بنفس معناتها الدرجه هذه واللي ملاء معناتها احسن. نعم، شكرا لك سيدة عائشة بن حسن القاضية ورئيس قسم بدائرة المحاسبات، شكرا لك على حضورك معنا على مجمل التوضيحات اللي قدمتهم لنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم في عدد جديد من برنامج الى متى، مع تحيات كامل الفريق ألفة الخديمة في الاعداد وسيد غدغيم في الاخراج. تصبحوا على خير.